أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة لافتتاح معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في نسخته 50، وذلك في متحف البحرين الوطني بحضور عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أن ما يقدمه الفنان البحريني من منتجات فكرية وإبداعية وثقافية في مختلف المعارض والفعاليات والتي أسهمت في إبراز المنجزات الحضارية والتنموية بمملكة البحرين هي نتاج ما تحظى به المواهب البحرينية من اهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعمه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما يثري النتاج الفني والثقافي في المملكة ويعزز من مكانتها على مختلف الأصعدة. وأشار سموه إلى الاعتزاز والفخر الدائم بمشاركات أبناء البحرين وإسهاماتهم في مختلف الفعاليات والمعارض المحلية والدولية، منوها سموه بالدور البارز لمعرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية والممتد على مدى 50 عاما في إبراز ما وصل إليه قطاع الثقافة والفنون في مملكة البحرين من مستويات متميزة ودعم المواهب الشابة وإثراء الحراك الفني في المنطقة، مشيدا بالجهود الدؤوبة للقائمين على تنظيم المعرض متمنيا لهم دوام التوفيق وتحقيق النجاح. وقام سموه بجولة في معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية والمعارض المصاحبة له، حيث اطلع خلالها على عدد من الأعمال الفنية من مختلف المدارس والاتجاهات الفنية والتشكيلية تتنوع ما بين أعمال رسم باستخدام خامات متنوعة وأعمال فيديو وتركيب وتصوير فوتوغرافي ونحت. من جانبه أعرب سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار عن جزيل الشكر وعميق الامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على رعايته المتواصلة لمعرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية الذي يمثل منارة للإبداع والفن في مملكة البحرين، مؤكدا اعتزازه بالدعم الدائم لكافة المبادرات الثقافية التي ترتقي بالحراك الفني التشكيلي المحلي نحو آفاق جديدة، معربا عن جزيل شكره لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة على تفضله بافتتاح المعرض نيابة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأضاف سعادته أن الاحتفال باليوبيل الذهبي للمعرض يعكس مسيرة 5 عقود من الإبداع في مجال الفنون التشكيلية في البحرين، مشيرا إلى أن النسخة 50 من المعرض ليست مجرد تكريم لتاريخ غني بالإبداع والابتكار، بل هي أيضا تجسيد للالتزام المستمر بتنمية الحراك الثقافي والفني في المملكة. وشهد الافتتاح وتكريم الفائزين بمعرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية هذا العام، واختارت لجنة التحكيم فائزين 2 بجائزة الدانة وهما الفنان هشام شريف والفنان جعفر الحداد، فيما فاز بجائزة مساحة الرواق للفنون جائزة الرؤية الفنية الفنان أشرف علي. الجدير بالذكر أن معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية يقدم نشاطا مغايرا وجديدا بشكل أكبر وأوسع من أي وقت مضى هذا العام، حيث يتضمن معارض مصاحبة تحتفي بالفنون البحرينية على مدار 50 عاما إضافة إلى ورش عمل وندوات متواصلة خلال مدة إقامة المعرض والذي يستمر حتى نهاية أبريل القادم.